روسيا تأسر الرئيس الأوكراني زيلينسكي يقولها. بكتيريا ناشطة تعيش في الغيوم تصل لكل شبر على الأرض. إيلون ماسك يفرض رسوما جديدة في تويتر. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة الحدث. رحم الحرب في السودان يلد مفاجآت، بين الرصاصة والأخرى والقذيفة وأختها قتلى وأطفال وكثير من التناقضات العصية على تقبل في غالب الأحيان. في العاصمة السودانية الخرطوم وحدها 220 ألف حامل يعانين نقص الخدمات الطبية والأدوية في ظل انهيار شبه تام يعيشه النظام الصحي. إحدى القابلات أو الطبيبات وثقت ولادة عدد من الأطفال في أحد المستشفيات. متحدث باسم منظمة الصحة عاملة في السودان طالب الجيش والدعم السريع بتوفير مسارات آمنة للوصول إلى ما تبقى من المستشفيات التي ما زالت على قيد العمل. ماذا لو اقتحم الروس مخبأ الرئيس الأوكراني؟ فولوديمير زيلينسكي أجاب بنفسه في مقابلة وقال إنه يحمل مسدساً وسيقاتل حتى الموت مع دائرته المقربة إذا تسنى للروس اقتحام مقره في كييف في بداية الحرب. الرئيس الأوكراني أوضح أنه يعرف كيف يطلق النار سائلاً محاورة: هل يمكن أن تتخيل عنوان خبر مثل الروس يأسرون رئيس أوكرانيا؟ معتبراً ذلك وصمة عار. دخلت الإدارة الكردية في سوريا على خط ترحيل اللاجئين من لبنان. الإدارة الذاتية لشمال وشرق البلاد أعلنت استعدادها لاستقبال اللاجئين السوريين الذين يجري ترحيلهم من لبنان. وبحسب الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، فإن اللاجئين السوريين في لبنان يعانون أوضاعا سيئة في ظل ما تشهده البلاد من أزمات داخلية وتصدع واضح في مختلف المجالات. دراسة فرنسية كندية فتحت أبواب المخاوف الوبائية على مصراعيها. قد اكتشفت في الغيوم بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية سحبتها الرياح إلى السحاب لمسافات طويلة جدا، وبات بإمكانها عبور الكرة الأرضية إلى أي مكان على سطح الكوكب. إلا أن الدراسة لم تقدم أي استنتاجات بشأن الآثار الصحية المحتمل تسجيلها بعد هذا الكشف غير المسبوق، مع العلم أن نصف هذه البكتيريا يمكن أن يكون على قيد الحياة ويحتمل أن يكون ناشطا. من غير إيلون ماسك يفكر في جعلك تدفع على تويتر لمجرد قراءة تغريدة؟ الملياردير الأمريكي كشف خطة للمنصة تسمح لناشري الوسائل الإعلامية بتقاضي أموال من المستخدمين غير المشتركين على أساس قراءة كل مقالة على حدة وبنقرة واحدة. ولأن ماسك مستعجل فإن الخطة ستبدأ بظهور الشهر المقبل، لكن الرجل المثير للجدل لم يعطي تفاصيل عن الأسعار بشكل دقيق أو حتى النسبة التي ستتقاضاها منصة تويتر.